اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد النهارده. في سؤال بتساله كتير قوي من البنات، استنى لما اظبط البتاع دي. رشا، هاو تو بي ان اتراكتيف جيرل، او ازاي اكون بنت جذابه؟ طبعا مفهوم الجاذبيه بيختلف من شخص لشخص، يعني مش كلنا بنتفق ان الصفه دي بتخلي البنت جذابه او بتختلف. يعني فالنهارده عايزه اقول لكم الفورميلا او طريقه ان البنت تكون جذابه. هقولها كلمه السر في حاجتين بس. رقم واحد، بيو، يعني كوني على طبيعتك. انا بشوف ان اي حاجه فيك مش اتراكتيف، مش جذابه، مش بتجذب اي حد في الدنيا. تاني نصيحه عايزه اقولها لاي بنت برضه بتتفرج عشان تكون جذابه، يعني خليكي قليله الكلام. انا عندي عيب في الموضوع ده يا جماعه، انا بتكلم كتير قوي. يعني انا مثلا دي مشكله عندي مش بحبها في نفسي، ان انا كثيره الكلام، فبحس ان ده ممكن يقلل الاتراكشن بتاعي او الجاذبيه بتاعتي. كل ما بتكوني غامضه اكتر كل ما هتكوني جذابه اكتر، والله العظيم. يعني كل ما هتتكلمي كتير كل ما الشخص اللي قدامك يحس انه فهمك اكتر. فدايما عشان تكوني شخص جذاب لاي حد في الدنيا خليكي قليله الكلام مش كثيره الكلام. دول ذا توب 2 سيكرتس. تالت حاجه اللي هو انا بشوفها مهمه جدا جدا، الثقة في الناس. دايما البنت الواثقة في نفسها بتكون جذابة، يعني ما تكونيش شخصية مهزوزة. لازم تثقي في نفسك، لازم تعودي تعرفي ايه هي نقط القوة بتاعتك، وحبي نفسك علشان تقدري تثقي في نفسك وتدي لنفسك امج او مكانة معينة. رابع حاجة برضو بحسها مهمة جدا جدا في الكاريزما، هو ان انت تكون شخص مثقف. يعني دايما الشخص اللي بيقرأ كويس بيكون مثقف بيبقى عنده القدرة على ان هو يدخل في نقاشات ويعرض افكاره، بيعرف يرد وبيعرف يتكلم. قد ايه ان انت تكون شخص مثقف دي حاجة مهمة جدا جدا جدا. خامس نقطة عايزة اقولها في الكاريزما او مدرسة الكاريزما، هو ان انت تهتم بشكلك الخارجي، تهتم بريحتك، تهتم بيبقى هدومك منسقة، هدومك مكوية، شكلك ريبريزنتيف. كل ما هيبقى شكلك ريبريزنتيف ويعني لائق اكتر كل ما الناس هتجري عليك وتبقى عايزة تعرفك اكتر. فدايما اهتموا يا جماعة بالفيزيكال ابيرنس بتاعكم، زي ما بتهتموا بروحكم ان انتوا تثقفوا نفسكم وتقروا كتب كتير، اهتموا كمان ان شكلكم يبقى منمق، اهتموا بجسمكم، العبوا رياضة، عيشوا لايف ستايل صح، كلوا اكل صحي. This is like fast tips كده how to be attractive. قولولي انتوا متفقين معايا ولا لا، وقولولي ايه اكتر صفة بتخليكم attractive في تعامل مع الناس. انا كراشة بشوف ان اكتر حاجة فيا اتراكتيف ان انا على طبيعتي واللي في قلبي على لساني، وان انا شخص تلقائي، او يعني انا شخصيتي الحقيقيه ام نوت فيك. فدايما ابعدوا كل البعد ان انت تكون شخصيه ممكن حد يقول عليها ان هي شخصيه فيك. ثانك يو، باي. وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس، متفقين معايا ولا لا. كل مره اقول هعمل فيديو في دقيقتين او دقيقه، يا جماعه بدخل في 10 دقائق مش عارفه اقول على نفسي ايه. ثانك يو، رمضان كريم. وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس. باي باي.